من اثيوبيا في التاريخ كره القدم. ماشي يا احمد، ده ترتيبه 140. عشان اريحك واريح اذا كان ده الصح تمام، انا مكلف حازم الكابتن حازم امام والكابتن بركات بدراسه السيره الذاتيه لمديرين فنيين اجانب. عظيم، هو ده، يبقى هو ده عين العالم، هو ده اللي حقيقة. بس انا بدور على الحاله النفسيه اللعيبه اللي هناك اللي هتلعب، والمدير الفني اللي واقف تمام. يبقى النهارده اللعيبه تتعامل ازاي مع مدير فني ماشي ما ينفعش الحاجات دي تبقى يعني داخليه لغايه. انا قلت يوم الخميس هنعلن يا احمد بيه الحاجات دي لازم احنا نراعيها، انما الاخ اللي طلع معاك انا بحترمه وبقدره، انا بقول لك عليه هو يا فندم تسمين حضرتك المهندس احمد مجاهد حاجة مش عايز تقول اسمه ليه، وكان موجود في الاتحاد هو جه ازاي، هو في مشكله بينكم يا احمد؟ بنتكلم على اجراءات على منظومه يا فندم رياضيه يا احمد بيه. انا كنت والله مش زعلانين من بعض يا فندم. لا 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 انا مش زعلان من حد، بنتكلم على اداره الكره المصريه. لا 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 انا مش زعلان من حد يا احمد بيه. انت نفسك في البرنامج بتاعك هجمت اللجنه الثلاثيه، انا ما بقولكش حاجه، هجمت اللجنه الثلاثيه جمعيه وهجمتكم وهجمت اللي قبلكم واللي بعدكم، ده دور يا فندم لما تعمل حاجه كويسه اشيد بيك واشيلك على راسي، لما يتم خطا او فشل بهاجم، ده دوري. انا مش عايز اقول لك حاجات يا احمد بيه، انا دخل اتحاد الكوره عليا مديونيه فوق ال 600 مليون جنيه. كم يا احمد بيه؟ في حاجات كتيره جوه الاتحاد ما اقدرش اتكلم فيها. عليكم مديونيه كم؟ فوق 600 مليون جنيه. 300؟ ما اقدرش، في حاجات ما اتكلمش فيها يا احمد. لا الرقم ما سمعتوش، الرقم انا دخلت اتحاد الكوره كان في 200 الف دولار واخدها المنتخب وراح بيها الكاميرون. انا مش عايز اتكلم يا احمد بيه في حاجات كتيره، انا مش عايز اتكلم. لو في لجنه تقصي حقائق من رئاسة الجمهورية تيجي وانا اكلمه على كل حاجة. انا مش عايز اتكلم. 300 مليون جنيه؟ ايوه طبعا. 600 و300 مشروع الهدف اللي وحده ده، مشروع الهدف ده عليه قيمة كبيرة جدا. طب معلش بالراحة بس لان انا عايز اسمع كويس. انا بقول لك 300 ولا 600؟ انا بقول لك الحاجات اللي 300 ولا 600؟ طيب معلش عشان اسمع 300 ولا 600؟ 600 مليون جنيه. 600 مليون جنيه؟ مش 300، 600. الهدف وحده فوق ال 450. ماله مشروع الهدف ده؟ عليه مديونيه 450 مليون للدوله مش لبره، للدوله. وتوعد ان هتيجي من الكاف والفيفا، سالنا الفيفا قال لك مالكش فلوس. مين اللي عمل المشروع ده؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش. حكي رئيس الاتحاد يا فندم. انا ما اعرفش. انا بقول لك انا ما اعرفش. انا ما تسالنيش يا احمد بيه، ما تسالنيش. انا قلت لك مش عايز اتكلم. انا مش عايز اتكلم يا احمد. عند حضرتك ورق يا فندم؟ ايوه عندي، مش عايز اتكلم. انا بقول لك مش عايز اتكلم في حاجات زي كده، لكن النهارده حاسب اتحاد الكوره لما يكون في ظروف كويسه. يا جمال بيه، هذه اموال البلد، اموال البلد يا فندم، مش الموضوع مش فلوس رايحه وجايه. عندك ضرائب، شوف الضرائب عليها كم مديونيه، شوف الانديه عليها كم مديونيه تمام. دي برضو مش عارف اجيبها. دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المجالس اللي كانت قبلي، ومسؤوليه انا جاي لسه بدور على الحاجات دي ارجعها، اجيبها ازاي وادفع ازاي. البلد عليها فلوس كتير. انهي مجالس على مدار كام سنه الكلام ده؟ انا لما مشيت كان في فائض 25 مليون جنيه في اتحاد الكوره. ده امتى؟ ساعه ما انا مشيت 2016. ايوه ثم بس ما اعرفش حاجه تاني بقى، ما تسالنيش على حاجه تاني يا احمد بيه. يعني بنتكلم من 16 لحد دلوقتي لما استلمته في يناير بقى في سياده الوزير. اسال سياده الوزير، مستلمينا ايه؟ هو انا فين؟ انا عشان انا اتكلم عايز حاجه، بكلم الوزير دلوقتي عايز فلوس. اتحاد الكوره كان بيعتمد على نفسه. انا دلوقتي عايز فلوس. طب وهجيب مدرب ازاي؟ هتجيب مدير فني؟ ما عندكوش فلوس في الاتحاد دلوقتي؟ يا احمد بيه اجيبها منين؟ اجيبها منين الفلوس اللي عندي في الاتحاد؟ اجيبها منين؟ امال بتصرفوا منين؟ الشركه الراعيه اللي انا جاي عشان شركه راعيه، الفلوس اللي عندها ما عندهاش، ماليش فيها، عندها فلوس. ما مالكوش عندها فلوس؟ يعني انا بعتمد على الفلوس اللي بتجيني دلوقتي من الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي. وده ما يمشينيش. في حاجات كتير يا احمد بيه انا ما بكلمش فيها، انا ما برضاش اطلع في الاعلام اتكلم فيها، انما انا النهارده اخش في كلمه المباراه وتنظيم ماشي. وارد يكون في خطا طبعا. كلام حضرتك يا جمال الوزير، كلام حضرتك من وزير الشباب والرياضه تمام، بتحقق بعد ما يخلص تحقيقه ويطلع لي اللي عندي، انا هاخد اجراء.
مين قال انا مش هاخد اجراء؟ هتاخد اجراء بمعنى لما اشوف نتيجه التحقيق اللي هتحصل من وزير الشباب والرياضه. يعني ممكن تذهب للنيابه العامه؟ لا انا استنى لغايه ما اشوف برضه التقرير بيقول ايه. لا يعني بناء على التقرير تروح للنيابه العامه يا اما. يا احمد بيه لو اي حاجه انا ما عنديش حاجات شخصيه لنفسي عشان تكون في صوره. نعم. ما عنديش حاجات شخصيه لنفسي. نعم. انا جيت اتحاد الكوره وقعدت من 2012 ل 2016 انت عارف اللي رجعني الفتره دي هي الفتره اللي فاتت. هل بتدوا مرتبات للعيبه؟ لا اللعيبه ليها مكافآت. ليها مكافآت. والجهاز وقبل ما يلعبوا ماتش اسيوبيا صرف لهم دفعه من المكافآت. بياخدوا خدوا على اسيوبيا فلوس؟ قبل لا اسيوبيا ما ياخدوش. لا قبل ما يروحوا كان ليهم مستحقات صرفت لهم دفعه منها. كام؟ النهارده هم موعدين ان هيلعبوا ماتش كويس جدا رغم غيابات، انا بقول لك اهو رغم غيابات. معاهم 9 من اللاعبين الاساسيين. أيوه. اللي كان بيلعب فيهم كروش. لكن هعمل ايه؟ ما هو ده اللي موجود. يعني اللعيبه هي دي اللي موجوده. يعني حضرتك منتظر اداء امام كوريا الجنوبيه احسن من اثيوبيا؟ اتعشى في كوريا الجنوبيه يا جمال بيه. ما انا بقول لك اتعشى في وعدهم اللي وعدوني بيه انهم يلعبوا كويس ويعملوا نتيجه كويسه. وماذا لو؟ ما خلاص انت هتعمل ايه؟ عندك جهاز؟ لا هتفكر في الجهاز اللي انا قلت اتكلمت فيه. فكرتوا في اي مدرسه ممكن تجيبوا منها جهاز فني؟ مش 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 بس المدير الفني عشان تكون في الصوره. انا حاطين خطه على اساس ان ممكن برضه يبقى في مدير فني للاتحاد. تمام. ايوه ينشلنا من مدرسه زي المدرسه البلجيكيه. بلجيكيه. اتمنى ان اتمنى برضه الجماهير المصريه تتحمل اللي هيحط الخطه اللي ينفذها هو على مدى الفتره اللي جايه. نعم. تمام. لو قال انا هتحمل معاه سنتين هعرض هضل اقول له ان هو بيقول اتحمله معانا يا سنتين. نعم. هيتحمل 3 سنين هقول ونتحمل بس ننقل النقله الكبيره الثانيه. نعم. لكن هنقعد زي ما احنا كده لا ماشي وجمال وهاتوا زيد وهاتوا عبيد ما خلاص ما فيش مشكله. انا ما بتكلمش خالص يا احمد بيه. ليه مدرسه بلجيكيه؟ اشمعنى بلجيكا؟ اشمعنى؟ لا انا بقول لك المدرسه التجربه البلجيكيه اللي اتعملت عندهم هناك قفلوا على نفسهم وبعد كده بقوا عندهم منتخب قوي.